بكم معايا في فيديو جديد، نتمنى انه يعجبكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد البيتزا كتجي رائعه، ممكن اننا نوجدوها في العشاء او لا الغدي، علاش لا حتى الغدا. كنتمنى ان الوصفات تجربوها على بركه الله. ندوزو نشوفوا الطريقه والمقادير. بالنسبه لهاد الوصفه هادي، بالنسبه للعجين كنحتاج واحد جوج ديال البيضات، بسم الله، كنضيف لهم شويه ديال الملح، نديرو بحساب ان الطن مالح والزيتون والكرماج حتى هو باش ما تجيناش مالحه. كنضيف كاس ديال العنبه، ما عمرش بزاف ديال الحليب، تقريبا كاس الى ربع. كنضيف هنايا معلقه صغيره ديال الخميره حبوب مع معلقه صغيره ديال السكر سنيده باش كتفعل ليا الخميره. نحركو مزيان، كنزيد كنضيف لها واحد كاس ديال الدانون طبيعي. نصف كاس ديال زيت العود، مع شوية ديال الإبزار، واحد راس معلقة، وشوية ديال الزعتر مطحون. ولا عندكم شي حاجه اخرى زايده في الدار ديال الاعشاب المسلمه، ممكن انكم تضيفوها، انا متشوفه عندي غير الزعتر. كنضيف واحد الكاس ديال الدقيق، نحركو مزيان، واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلوه 8 غرام، ونضيف الكاس الثاني ديال الدقيق. هاد العجين غنحتاج فيه جوج كيسان، ديما على بالي يكون بالكاس ديال العنبه. نحركو العجين مزيان، كتشوفوا نحركوا الخليط مزيان، يجي القوام ديالو على هذا الشكل، هذا بحال ديال الكيك. وغنغطيها ونحطها جانبا ترتاح على بيد ما نحضر الحشوه باش تخمر واحد شويه. بالنسبه للحشوه كناخذ واحد المقلاه كنوضع فيها واحد جوج بصلات متوسطين ديال البصله مشلضه، واحد الفلفله حمراء، واحد الفلفله خضراء مقطعين صغير، كنضيف لهم واحد شويه ديال الزيت. شويه ديال الملح، ونحركوها نخليوها تقلى مزيان حتى تشحر، ونضيفوا ليها باقي المكونات. نحركوها مزيان حتى تشحر وطيب. ملي تنزلينا هاد البصله هادي والفلفله عاد غنديريها التوابل وصلصة الطماطم.
دابا منين جبدت ليا البصله والفلفله غادي نضيف شويه ديال الابزار، راس معلقه ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال التحميره. سمحوا لي انا هنايا تقبل ليا واحد المقطع من الفيديو، ضفت واحد جوج معالق كبار ديال صوص الطماطم وشويه ديال الزعتر المطحون، غنضيف واحد شويه ديال الماء باش يزيد طيب فيه مزيان ديك البصله والفلفله وصوص الطماطم. شويه ديال الصلصه حارة، كنضيف جوج علب ديال الثوم، انا حضرتها بالثوم، ممكن اننا نديرو الكفته او الكروبيت لي كاين عندنا. كنضيف شويه ديال الزيتون الخضر مقطع مع شويه ديال الزيتون الكحل مقطع، صافي دابا غنطفي عليها ونخليها تبرد جانبا وندوزو باش نكملو التتمة ديال البيتزا. هذا هو العجين ديالي من بعد ما ارتاح وخمر، كيجي على هاد الشكل هذا، نحركو مزيان ناخذ الصحن اللي غندخل الفران كندهنو بالزبده وكنصب فيه العجين، كيجي بحال الكيك. نوزعو مزيان لان مازال غادا تنفخ، كنوضع فوق منه الحشوه، نحاول اننا نوزعها فوق العجين كله. مازال سخونة شوية، كنوزعها على هاد الشكل هذا من فوق العجين. دابا غادي ندخلها الفرن اللي سخنت من قبل، ومنين طيب غنوضع عليها من فوق فرماج محكوم وندوزو باش نشوفو التقديم النهائي ديال البيتزا اللي حضرت معكم اليوم. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه اللي حضرت معكم اليوم، نتمنى انها تنال اعجابكم وعطوني الراي ديالكم مهم بالنسبه ليا، لان بالفضل الاقتراحات ديالكم كتشجعوني باش نتقاسم معكم جميع الوصفات اللي عندي. فرجة ممتعة، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.